دائما هايدي بيلفت نظرنا بوجه الصبية او الشاب اليوم، الابتسامة والاسنان، وبنقول بالعامية انه صفة اسنانه كتير حلوة. اليوم هاي صفة الاسنان لنقدر نحصل عليها اليوم، بعيدا عن موضوع الوسائل التجميل اللي صارت شائعة جدا بسوق التجميل ضمن الاسنان، اليوم عم نحكي عن التقويم اللي هو نجاح عملية اي تجميل ضمن الفم والاسنان. اليوم نشوف احيانا هايدي انه في حدا عامل فينير، عامل اي تركيبه ولكن ما كثير ظابطه، بترجعي للاساس بيقول لك مثلا انه هو تقويميا ما كان صح وما كان عنده او ما قبل انه ياخذ وقت ليعمل تقويم من اول وجديد. فاليوم اساس نجاح العمليات التجميليه وهي البسمه الجميله هو موضوع التقويم. اليوم صار في تطور بالاساليب التقويميه، ان كان بالثابت او كان المتحرك، رح خبرنا عنه اكيد ضيفنا لليوم يا هايدي. اكيد بما انه ذكرتي موضوع التقويم يا رشا، يمكن اليوم في كثير من الاشخاص ما بتقبل تحت تقويم بسبب منظره إذا عم نحكي عن التقويم المعدني، ولكن اليوم نتيجة فعلا هي التطورات والتقنيات بالطب وتحديدا بطب الأسنان صار في عنا تقويم شفاف Invisalign، أنواع من التقويم اليوم اللي بنقدر نحن من خلاله نخلص نهائيا من التقويم المعدني، ممكن يعطي نتيجة أسرع وممكن يكون منظره أفضل. نحن نعرف أكثر مشاهدينا عن الإيجابيات والسلبيات وتفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور حسن أسعد، طبيب تقويم الاسنان والفكين. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. صباح كيفك خيرك. حكيم الحمد لله. اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم يعني عم نحكي عن نقطه اساسيه تجميليه بنجاح اي عمل تجميلي ضمن الفم. خلينا نعرف بدايه المشاهدين شو هو التقويم. التقويم هو عمليه رصف الاسنان او تصليح العلاقه بين الفكين، العلاقه الاطباقيه ورصف الاسنان بشكل جيد. طيب خلينا نعرف من حضرتك شو هي الوظيفة الأساسية لتقويم الأسنان، إن كانت من الناحية الطبية الصحية أو حتى كمان من الناحية الجمالية، خبرنا أكثر. وظيفة تقويم الأسنان مثل ما قلت رصف الأسنان، تصحيح علاقة البعد العمودي، الفراغات بين الأسنان على مستوى المشاكل الإطباقية، المشاكل الهيكلية. وظيفة التقويم هو رصف الأسنان وتصحيح العلاقة الإطباقية بشكل جيد. طيب دكتور، اليوم منشوف ما كان في من زمان، خلينا نكون واقعين، ثقافة التقويم شائعة جدا بين الناس، ولهيك صرنا نشوف انه اليوم الشاب او الصبية باعمار كبيرة بيروحوا على الدكتور بيقولوا انتم بحاجة تقويم، وهذا الشيء بنرجع فيه نحمل المسؤولية للاهل انه في سن معين مفروض كان هذا الطفل يتاخذ على طبيب اسنان وينحط له تقويم. اليوم شو هو العمر المناسب او ايمت الاهل لازم ينتبهوا انه طفلي بحاجة لتقويم؟ العمر المناسب لتقويم الأسنان عند بزوغ أول سن دائم، أنا دائم بقوله يعني بعمر 7 سنوات أول مراجعة للتقويم. مو شرط نعمل تقويم ثابت، تقويم أنواع، تقويم متحرك مثلا بعمر 7 سنوات، ممكن المريض الطفل يكون عنده مشكلة عضة معكوسة على سن واحد، هاي العضة المعكوسة إذا داخلنا لها مثلا بهالعمر بتخفف مشاكل كبيرة مثلا تقدم بالفك السفلي، بتعمل مشاكل بالأسنان. لهيك التداخل المبكر، تضيق الفك، مشاكل مشان ما تحول مشاكل هيكلية، لهيك من بهالعمر بنبلش بالتقويم. تمام، خلينا نعرف من حضرتك شو هي أنواع التقويم، خبرنا أكثر عنهم. هل هي اليوم الأنواع بتناسب كل الأعمار أو بتناسب اليوم حالات أشخاص معينة؟ يعني شو النقاط الأساسية اللي احنا على أساسها بنقدر نختار نوع التقويم اللي بناسبنا؟ أنواع التقويم، أنواع تقويم، تقويم متحرك وتقويم ثابت وإنفيزيلاين، تقويم شفاف. هاي الأنواع الشائعة. التقويم المتحرك بنقسم قسمين، أجهزة بسيطة لسن سنين، موسعة بسيطة، موسعة مركزية. تقويم المتحرك النوع الثاني بيجي على الفكين، هو تقويم وظيفي مشان مشاكل وظيفية، مثلا عنده عضة مفتوحة، مشاكل هيكلية، بتقويم وظيفي. والتقويم الثابت هو الشائع، هو أهم تقويم بعمر، بيبلش بعمر تقريبا 13 عند بزوغ الأنياب. تقويم الثابت، تقويم معدني وتقويم تقويم حاصرات معدنية وحاصرات خزفية. طيب مؤلم احيانا او باغلب الوقت هو مؤلم، يعني انا أكيد بشوف من الاشخاص المركبين ببداية تركيب التقويم بصير حركات على الاسنان، حركات جذرية وحركات جسمية، مؤلم بس ألمه مسيطر عليه بس اول يوم يومين، بعدين بصير لانه عم تحركي سن من مكان لمكان، لهيك بده يصير ألم، عملية انتقالية يعني. طيب دكتور خلينا نروح للجراحات التقويمية، نحكي عنها بشكل عام.
جراحة. يعني جراحة تقويمية احنا مثلا طفل مثلا، ليش انا بلشت بحكي عن الاطفال؟ بنبلش باجهزة وظيفية بعمر مبكر مشان ما نلجأ للجراحة. ممكن نتفادى الجراحة التقويمية باجهزة من الصغر. لما يصير المريض بعمر البلوغ وعمر كبير مثلا 16-17 سنة وعنده تقدم مثلا هيكلي للفك السفلي او تراجع للفك العلوي بشكل كبير، ونحتاج لعمل جراحي، هون بتصير تشاركية بين جراح الوجه والفكين وطبيب التقويم. ممكن طبيب التقويم يبلش بالتقويم ويحوله للجراحة. جراحة نظامية يعني قطع. كيف بتصير الجراحة يعني بعد ما ينقام التقويم؟ أثناء عملية التقويم. لا، هو ممكن نحتاج متابعة بعد الجراحة كمان. أكيد اليوم يمكن في نصائح أو في نقاط معينة بتضوي عليهم الدكتور قبل ما يحط الواحد التقويم. خلينا نحكي عن تأثير العناية الفموية بشكل عام أثناء المعالجة، إن كان تشيك على صحة اللثة أو الاعتناء أكثر بالأسنان، خبرنا أكثر. دائما أنا بقول أنه التقويم أكبر بؤرة لتجمع الفضلات. العناية لازم تكون مضاعفة أثناء التقويم. تفريش الأسنان، مضمضة بالماء والملح، مو بغسولات فيها كلورهكسيدين، لأن الكلورهكسيدين بتفاعل مع المعادن بيؤدي لتصبغ الأسنان. في فراشة أسنان خاصة بتنباع بالصيدلية، فراشة أسنان خاصة للتقويم مشان تدخل بين الحاصرة والسلك. يعني العناية بتكون مضاعفة أكثر من عناية بالسن الطبيعي، لأنه صاير في حاصرات وفي أسلاك وممكن نجمع فضلات طعام، بالتالي العناية والمضمضة بمي وملح والعناية الفموية بتكون أكثر بتكون مصدر لتراكم أكيد. الفضل. طيب دكتور، اليوم كل تقويم له عمر محدد أو له وقت محدد بيراقب الدكتور اليوم التطور الإيجابي للحالة الموجودة ضمن الفم. خلينا نحكي عن الوقت يعني حسب الحالة حتى ينشال هذا التقويم. الوقت التقويم حسب كل حالة، كل حالة من إلى يعني هيك بشكل تقريبا يعني تقريبا بين 8 شهور لسنتين تقريبا. اوه سنتين. قد ايه بدوج المريض اليوم بيقول لك دكتور انا ما بقدر اتحمله مشان الله؟ هلا العالم عم تتجه، في بعض حالات عم يسالونا دائما بدي اعمل فكر، وكل حاله انه بنعملها تقويم شفاف انفيزيلاين الاينر. هلا بعض الحالات بنعملها تقويم شفاف الاينر، ما لا غناء على التقويم الأسلاك. بس الإلاينر هو ثورة في عالم طب التقويم وبعم يعطي نفس نتائج الأسلاك، بس تكلفته أكبر. وقته أكثر. كل 3 أسابيع بدنا نعمل تغيير للقالب. المخبر بيعمل دراسة بالبداية مع الطبيب، تشاركية مع الطبيب، ممكن ياخذ سنتين، سنة ونص، سنة حسب الحالة. بس أنا بقول لا غنى عن التقويم الثابت. طيب. بس هي ثورة بعالم التقويم، بس بحل بعض المشكلات، بحل بعض مشاكل كتير جيدة بالنسبة لرصف الأسنان، بس أما مشاكل كبيرة وهي بده تقويم ثابت. تمام دكتور، بما أنه ذكرت أنه التقويم المعدني أو التقويم الشفاف ممكن فعلا اليوم يأخذ وقت من سنة لسنتين، في حال فعلا طالت هي المدة ونحن بعد هي المعالجة ما أخذنا نتيجة اللي نحن بدنا إياها، شو سبب اليوم انتكاس هي الحالة؟ خبرنا. هلا نكس التقويم ما اخذنا نتيجه، لا بده يكون الطبيب دارس الحاله بشكل كويس قبل ما يبلش فيها، على الامثله الجبسيه وصور شعاعيه، بيكون عارفان النتائج ويكون عنده الخبره الكافيه انه يوصل لنتيجه جيده. اما نكس الحاله بقى، انا مثلا بعد التقويم مباشره من ثاني يوم بعمل تثبيت اجباري. التثبيت بيستمر، في عندنا تثبيت دائم بعض حالات فيها قلوعات، مثلا التثبيت بيستمر لخمس سنوات تثبيت دائم، وفي تثبيت متحرك شفاف أو أجهزة متحركة بيستمر لسنة 6 شهور. أيوة من شهور أكيد كل حالة لها استطبابها. يعني أكيد التثبيت الدائم هو أفضل بكتير. يعني اليوم دكتور مع المعدني ومع الثابت يعني يمكن نتائجهم أفضل، بس ولكن أكيد. حكيم اليوم وقت لأي حدا أي شخص بيروح لعند حضرتك بيكون عنده مشكلة تقويمية وبتدرس الحالة بتحطه بصورة الوضع أنه أنت بجوز ما تأخذ نتيجة 50%، صحيح؟ حسب بعض الحالات، يعني بعض الحالات مثلا بيكون عنده مشاكل هيكليه، عضه مفتوحه، ما بده جراحه، يعمل تقويم جراحي بياخذ نتيجه
يعني 50-60% حسب الحالة، مثلا أغلاق عظمة مفتوحة ممكن بلاقيها ممتازة بالنسبة يعني له تغيير للوضع ممكن الأول. يكون بالنسبة له تغيير، أي تغيير بالنسبة للمريض بتكون حلو. معنا عم يقدر نفتح نحكي كتير دكتور. أول دكتور الأسنان دائما بنتبه لأسنان الشخص اللي قدامه يعني أكيد من أول نظرة كتير. طيب دكتور خبرنا أكثر عن الماسح الفموي، شو هو فوائده استخداماته بسياق المعالجات التقويمية؟ الماسح الفموي هو عبارة عن كاميرا تصوير داخل فموية، بيعمل الطبيب بيسهل عمل الطبيب ومريحة للمريض، يعني مستغني عن الطبعات. هو الماسح الفموي هو ثلاثي الأبعاد، نبعثه PDF للمخبر، المخبر بيصممه أمثلة جبسية وبيشتغله. كيف شكله حكيم؟ هو عبارة عن كاميرا. كاميرا داخل فموية بتصور سطوح الأسنان دهليزيا ولسانيا وأطباقيا ومنبعثها للمخبر. ما بقى في هاي الطبعة تبعت أكيد أفضل من الطبعة بكتير. يعني كانت مشكلة بالنسبة للمريض. لعية النفس طعمتها. تماما. وقتها ثلاث دقيقتين ثلاثة تنشف خصوصي بالشتاء يعني. وأحيانا ما تزبط ما تنشف صح أكيد. أو كذا. أما هون تقريبا نسبة الغلط 1 بالألف يعني بهذا. طيب دكتور حكينا في شيء أيضا اسمه تقويم غير اللي ذكرناه هون لساني. تقويم لساني. طيب تقويم شو هو هذا التقويم؟ ليش اليوم ما نو كتير محبب أو ما نو مرغوب؟ تقويم لساني بيكون من ناحية اللسانية أو الحنكية، يعني من الداخل مو واضح كثير، مو واضح نهائيا يعني. مشكلته أنه صعوبته وغلاء ثمنه ونتائجه ما كتير مرضية. كيف بتركب هذا التقويم؟ التقويم بتركب من الناحية اللسانية على اللسان من الناحية الداخلية للسان. عشان نكون واضحين للمرضى الناحية الداخلية مو من الخارج. الناحية الداخلية نفس الحاصرات ونفس بس له طريقة خاصة وشغل خاص وصنع مخبر. والنتيجة نفسها؟ يعني بس بتاخذ وقت أطول. تمام. واليوم يمكن في كتير من الأشخاص لما تركب التقويم خلاص تنسى دكتور الأسنان عشان ما عاد تروح لعنده يمكن بشهر شهرين. نحن غير حالي إسعافية ما نروح خلا يعني. طيب شو سبب دكتور هون وقدين إحنا لازم نشيك يعني بشكل دوري كل قدي لازم نحن نروح لعند الطبيب نشوف إذا في أي إشكاليات بالتقويم كرمال نحافظ أكثر على صحة ونظافة هيدا التقويم. هلا مراجعة مريض تقويم لطبيب تقويم كل 3 أسابيع. كل 3 أسابيع يعني إن شاء الله. طيب دكتور اليوم يعني عرفنا أهمية التقويم، اليوم هو ثقافة مفروض تكون بالصغر عند الطفل كرمال أهالي ينتبهوا لهي النقطة. صرنا نشوف اليوم أطفال بعمر كتير صغير مركبين هذا التقويم، للأمانة هو مزعج لإلهم، ممكن يبكوا وقت بصير شد الدكتور وقت تغير قياسات الأسنان. اليوم من التقويم لأي عملية تجميلية داخل الفم، وحكينا سابقا أنه هي أساس نجاح المعالجة أي حالة، هو التقويم الصح. يعني في حال إجاك حدا يعني تقويميا غلط ما يعني ما خرج هاي الحالة شو بتتصرف؟ إذا تقويميا غلط وما ممكن ممكن نعيد تقييم الحالة، إذا ممكن معالجتها تقويميا وبعدين نلجأ للحل التركيب أو الحل التعويضات يعني. إذا ما في مكان او ما في نتيجه ممكن تعطيه جيده ممكن نلجا للتعويضات مثل الفينير تعويضات تركيبات. طيب بس اول شيء اكيد نلجا للتقويم او اعاده تقويم مره ثانيه. حتى لو كان اليوم التقويم ما نجح خلينا نقول 100% بسبب تغير السيل هيكل الاسنان تقدم بالعمر كله هذا بيساهم بعدم نجاح مثل ما المعالجه التقويميه فبنروح نحن بنركب الفينير بنلاقي انه نحن عندنا شويه تقدم بالفك الفك مثلا العلوي او السفلي الدكتور ما انه شاطر رايحه لعنده. نرجع للمشكله الاساسيه انه انت تقويميا اصلا ما كنت ما كان عندك او مثلا عنده ابتسامه لسويه تقدم الفك العلوي، يعني حالات ممكن اذا تعالجت ممكن ما تعالج بشكل كويس بالتقويم. لما تعمل فينير ممكن تطلع الحاله ما كثير فيها المشكله الاساسيه ما انحلت. لهيك اذا مثلا المريض بده يجي يعمل فينير او شيء وعنده تقدم بالفك بنعالجه تقويميا بعدين بنعمل مشان تطلع مشان ما يقولوا والله الدكتور شغله ما حلو ما اشتغل لك شو ليش البروز. بنعالج اول شيء المشكله الاساسيه بالتقويم بعدين بنعمل فينير. طيب قبل ما نوصل لحل كحل مبدئي التقويم نحن اليوم يمكن لازم ننتبه لاطفالنا من هنن وصغار، نعرف انه في عندهم مشاكل معينه باسنانه لازم نشيك اكثر. يمكن في كثير تصرفات من الاطفال اليوم مس الاصابع أكيد. او ممكن تكون اسباب وراثيه. خبرنا اكثر كيف ممكن نشيك اليوم على اسنان الاطفال بحيث نحن ما نوصل لدرجه انه ندخل بالتقويم او ممكن مشاكل ثانيه بالاسنان.
مثلا بالاطفال مثلا عاده مص الاصبع، قضم الاظافر، وضع القلم بالفم، هي بيعمل عضات مفتوحه، بس كمان في مشاكل تنفس الفموي كمان. اكيد الاهل دورهم اساسي بالبيت، لازم ينتبهوا لابنهم بهالحالات مثل مص الاصبع وقضم الاظافر والتنفس الفموي. الحالات هون بهالعمر بعمر 7-8 سنين بتنحل بأجهزة متحركة، كابح لسان، موسعات، أجهزة متحركة بسيطة وسهلة للطفل، وبنفس الوقت تعطي نتائج سريعة وممتازة، لأنه بهالعمر بيكون فكه كتير طري يعني طري. مرن، أنت قادر اليوم تتحكم بمرونه. أنا بعد سن البلوغ بصير التعظم، بصير حالات هي بتنتقل للتقويم الجراحي والمشاكل الكبيرة. تمام. لهيك أساسي وعي الأهل شغلة أساسية. تمام. دكتور احيانا خلينا نكون هيك من الواقع، بتيجي الام بتقول لها بتشوف اسنان ابنها يعني فوق بعضهم، بتقول لك هي كلهم بدهم يفرموا ويوقعوا هذول. اوكي، اسنان لبنيه بتقول لك اسنان لبنيه يعني بيوقعوا. اوكي، انا سؤالي لحضرتك، هل السن اللي بده يطلع بعد هذا السن اللبني حيطلع بنفس الشكل السن السابق او لا حياخذ حسب غير؟ هلا انا بقول دائما السن اللبني هو مرآة للسن الدائم، يعني بيحدد اتجاهه. لهيك بعمر صغير بنمنع الطفل انه يلعب باسنانه مشان ما يغير اتجاه السن الدائم، لان السن اللبني هو بيحدد اتجاه السن الدائم. طيب بالنسبه لموضوع التقويم، نحن خلال رحله العلاج ونحن حاطين التقويم قلنا انه ممكن يصير في الم ببدايه الوضع، وكمان ممكن النظام الغذائي اليوم ننتبه له، في شغلات نحن ممنوعين عنها خلال هي الفتره مبدئيا، اول شيء خبرنا. اكيد بعد تركيب التقويم ننبه على المريض انه ما اي شغله ياكل، كل شيء يقطعه، ما ينتش نتش شغلات القاسيه، يتجه بالفتره الاولى. انا مصره على الجوزه. ما يكسر اي شيء شغلات قاسيه، حتى النتش، لانه التقويم ملصق على اسنان دائمه، اسنان ما فيها، ما معمول عليها شيء، على طبقه المينا يعني، بس تخريج بسيط، ممكن اي نتشه قويه او اي حركه. موضوع التدخين كمان ممكن تنتبه، يعني تصبغات كبيره للاسنان. يعني انا قلت انت عام، بقول للمريض انت عامل تقويم مشان تحسن اسنانك، مشان مو تنزع اسنانك يصير تصبغات ويصير عندك تسوس، بعدين بيكون مشكله، بصير مشكله ثانيه. طيب دكتور، دائما نجاح عمليات الاسنان التجميليه وحتى التقويم بنرجع بنقول التشاركيه ما بين الطبيب والمخبر. اكيد نحكي عن دور المخبر وانتقاء الطبيب للمخبر الجيد. اكيد دور المخبر بالنسبه للتقويم بتصنيع الاجهزه المتحركه، تصنيع الموسعات، تصنيع، هو دوره اكثر شيء بالاجهزه المتحركه. وفي كمان له دور بتصنيع التقويم، الساق التقويم الغير مباشر، يعني تشاركيه مهمه جدا بين المخبر والطبيب التقويم. تمام. بالنسبه لدكتور، بالنسبه لتقويم الشفاف انفيزلاين بنسمع كثير هلا دارج اليوم اكثر من حدا عم يساوي، بنسمع انه من الاطباء لازم بالليل نحن نحطه بيعطي نتيجه. اكيد حركه الاسنان عنه بالليل بتكون اكثر، خصوصي عند الاطفال، ولكن حركه الاسنان بالليل بتكون اكثر وقت الراحه. التقويم الشفاف مثل ما قلت لك انه بعض الحالات، مو كل الحالات، ولكن ثوره في طب الاسنان وتقويم الاسنان، وبيعطي نتائج جيده. وميزته انه ممكن عندنا مناسبه نقيمه، وتنظيفه كتير سهل وما بيعمل مشاكل بالمينا الاسنان وبالاسنان. تمام. تدريب مبدئي على البدله تبعت ايام سمان المتحركه على جنب. طيب دكتور، اليوم بكل الحالات او بكل الحالات المرضيه بنقول دائما في اشخاص غير يعني ما عندهم القدره الصحيه لتركيب التقويم، هل اليوم في بعض الحالات المرضيه ممكن تمنع حضرتك من تركيب التقويم؟ اكيد بعض الحالات المرضيه تراجع لسه، اللي سبب بيكون السكري، مشاكل رعل بالأسنان، مشاكل لسوية، يعني مرضى اللي عندهم مشاكل كبيرة باللسة، ما ممكن، أن ممكن حركة الأسنان وحركة الجذور تؤدي لتساقط السن، يكون تقويم شغلة سلبية للأسنان مو إيجابية. طيب خلينا بالختام ناخذ نصائح من حضرتك دكتور لنحافظ أكثر على صحة أسناننا وعلى صحة التقويم وناخذ دائما النتيجة الأفضل بالأسنان. أكيد النصائح أنه زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، إذا شفنا مثلا للأهل، شفنا عادات سيئة للطفل منع العادات السيئة، وإذا شفنا مثلا مشاكل عند الطفل مص الأصبع، قضم الأظافر، إلغاء العادات ومراجعة الطبيب بشكل دوري.
دائما احنا تنظيف الاسنان ننوه على الزياره الدوريه لطبيب الاسنان من عناية فموية مننا يعني خلينا نقول مني ومن غيري ما كل ستة اشهر. شكرا دكتور لحضورك اليوم. شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها ونتمنى لك التوفيق وان شاء الله هيك لقاءات اخرى. الله يسلمك. شكرا لك دكتور حسن اسعد، كنت معنا طبيب تقويم الاسنان والفكين. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك.